قبل ما تروحي حطي فرشه في المطبخ، عمر هينام فيه. ها لو واخده يا ست تيسير، ما هو ازاي شحت زي ده ينام في الشقه معاك؟ معايا ده ايه؟ ده واد اخرس جايباه عشان شغلي، ظروفه زي الزفت، ما عندوش حته ينام فيها، سمانه كمان محتاجاها. ايوه يا ست تيسير، بس الناس والجيران كلها عارفين انك مطلقه وحاجه. انا ما يهمنيش حد. تعالى، انت ما بتعرفش تقعد ولا ايه؟ ابو طريقك لو شافه هنا تاني يعمل ايه؟ ده جه النهارده وسال عليكي تاني. كان عاوز ايه؟ يرد وتعدي يكتب لك 10 صدادين عربون محبه. يوه يغور هو ومام. لازم تعرفي ان رزقي انتهى من حياتي للابد. كل هو اداني كل اللي انا محتاجاه، الشقه والفرش والعربيه كل، وانا كمان دفعت الثمن، شبابي احلى سنين عمري. يبقى خلصين. يوه يا ست تيسير، لا شبابك انتهى ولا هو هيبطل دفع، بس لا مؤاخذه يعني انت كمان ما تعمليش حاجات تجننك، ده مهما كان راجل برضه. ازيك يا عم موسى؟ اهلا وحيد بيك. ازيك؟ ايه ماشي على رجلك ليه؟ كفر لك الشر. لا معلش، اصل الكحكوحه بتاعتي في عمرك. لما تخلص اجيبها لك. ماشي؟ تحت امرك. سلام. مع السلامه. ما تستنونيش النهارده على الغدا يا هبه. لا يا بابي انا هستناك. طب بس انزلي دلوقتي وخلي بالك من العربيات اللي بتعدي الشارع. حاضر يا بابي. يلا حبيبي. شغلك حلو قوي. خلص انت. اتفضل اتفضل اتفضل، خدها عشان خاطري كلها. اتفضل. ألف ست تيسير. ألف ست تيسير. عجبك شغلك؟ 100%. لقيت الحته اللي قلت فيها ولا لا؟ جنب الورشه هنا على طول. هاي طب يلا ندهن. ما تسيبيني اشتغل شويه كمان. ايه صدقني هنشتغل عندك الصبح ويبقى نفسي على الصبح. عاوز ترجع في كلامك ولا ايه؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ سلامة سيد تيسير. الله مش مركز معايا ليه؟